السؤال بيقول ليه في ظلم وليه في ناس ظالمين مش بيجرى لهم حاجة؟ إن الإنسان الظالم أكيد هياخد عقوبته سواء في الأرض أو في السماء، يعني في الأبدية. فيعني ما تقلقش، الظالم ليه يوم وليه نهاية. بس أنا أرجو كمان أرجوكم، علشان أحيانا أنا ببقى منحاز لنفسي، حاسس إن الآخرين ظلموني. دي أنا بحسها لما بنقعد في مشاكل نحلها، تلاقي واحد مقتنع 100% أنه هو مظلوم، لما تسمع الطرف الثاني تلاقي أبدا مش مظلوم. تحاول تقربه لفكرة أن أنت ما تظلمتش وأن ده حق، يزعل منك ويعتبرك أنت من ضمن الظلمة. فأنت لما بتقول ليه في ظلم، هل فعلا أنت شايف ظلم ولا أنت متخيل أن في ظلم؟ والأحسن الإنسان يرجع بالملام على نفسه بدل ما يقعد يتهم الآخرين أن هم ظالمين. الوقت خلص معنا، إلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله الخميس الجاي. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.